خويا ليبر. اخويا ليبر. هيا تفضل خويا وين باسو تربيك. خويا ليبر. بالله بالله. مصطفى يا مصطفى. تاكسي تاكسي. ايا وين على خير يا بابا؟ اسمع، الدار تعبت بالغشاشة، كسروا لي راسي. ايا برا انت هان كونتركي ماركي وهان ندورو. بالله بالله اعسل. هذو مالك ليونات ولا بلاش؟ انا راني ما نحملش الحس، راسي في ساعة ما يوجعني. اللطف عليك. هاك هو عاد كل وقت ووقته. تي ماك تعرف بقى عز من الولد كان ولد الولد. تيراني قتلو صب ليصانس قبل ما تمشي. ما حبش يفهمني. هاكا رصاتلو يشوت فيها من الكورنيه. واش باش يسلك هالو مع البوليسية؟ لا هي بلا يا بابا سامحني راني ما فهمتك شي. تيشنو اللي ما فهمتوش؟ راك كبير وبعقلك. أنا كنا نحكيو على الخشاشة، ايش هزنا للمزوط والكورنار، وانتي تقول شاليك راديون مضيع الموجة. يا ولدي يا مهم الخشاشر اولاد ولدي واولاد بنت ولدي، وانا كيما تشوف راجل بلدي والعلوش البلدي سمو غلاء. هو شنو تو اهو ظاهر فيه اخاشج جملة وقاصعته دايرة. ربي عدي هلا عشي على خير. كيفاش التكرم يا راجل؟ ما تخممش، الطماطم تو ترخص وبيختي تو ترجع قالت ما تبطاش، وخالي تهامي باش يقسم الرزق. الله 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 الله، ظاهر لي بديت نفهم في الحكاية. هذا ظاهر لي مضيع شملة ونسيت حتى امني ركبته بالضبط. تقول لي يا حاج وين تسكن انت؟ انا سيدي ولدي جدود يتراك جاو لهالبر على ارض المصاروة، وهنا ولينا توانسة ونسكنوا في بر تونس. يا بابا يا حاج شنو اسمك وإلا وين تسكن؟ كيفاش باش نروح بيه؟ كنوز نيوز. في خبر عاجل تعلم مصالح الأمنية التونسية بالإعلام عن رجل كبير في السن خرج من منزله ولم يعد، وعلى من تعرف إليه أن يتصل بأقرب مركز للأمن. لا هي بلا آه الحكاية زادت كبرت. والله شميتها، حلها نمشي للمركز. خويا ليبر. أخويا ليبر. هيا تفضل خويا وين باسو تربيك. خويا ليبر. بالله ملا.